جزاكم الله خيرا. تقول: لقد سمعت من إحدى الأخوات أن وضع العباءة، عباءة المرأة على الكتف في الصلاة، فيه تشبه بالرجال ولا يجوز، هل ما قالته صحيح؟ هذا لا يظهر لي أنه تشبه بالرجال، لأن العباءة عباءة امرأة، وإنما التشبه بالرجال لو لبست ما يلبسه الرجال من البشوت أو من ما يختص بالرجال، هذا هو التشبه به. أما إذا لبست ما يلبسه النساء فهذا ليس تشبها. نعم.